قله اي حاجه انا عايزاها من اي مشاكل مقابلاني. وهي قبل ما تسافر كان بيجي لها عرسان حلوه جدا، لان هي قاعده في مربع كل ظباط ومحمود سجنتوره، يعني الحياه حلوه. وقاعدين في شقه جميله جدا، يعني تخش الاوضه تبص على الميه، تخرج من الاوضه تخش الحمام تبص على الميه. شقتهم فيها بدل الحمام حمامين، يعني ايه اللي يخليها تبقى نفسيتها وحشه؟ هتبقى نفسيتها وحشه من ايه؟ فهموني يا جماعه. يعني انا لما اتكلمتي مع مامتها قالت لك ايه او انت قلت لها ايه؟ هي مش محتاجه اتكلم مع مامتها، هي اللي صوتها اللي بنتها جايه ميته او كده. انت بتحاولي تهوني عليها الصبريه؟ ما ينفعش اقولها الصبر ده بتاعها. ربنا يسفرك يا رب. كلمه اخيره تقوليها لكريم؟ الله يرحمها ويجعل الجنة تحت أراضيها ويجعل أراضيها الجنة يا رب. وهو ربنا بقى، هي ميتة يعني إلى رحمة الله، بنت محترمة وزي الفل، مش محتاجة شهادة من حد بصراحة. يعني هي مش محتاجة شهادة من حد، هي لو لعبية نقعد نقول بقى، إنما هي مش لعبية، هي مش محتاجة شهادة من حد، هي شهادتها عليها. يعني هي كفاية بس زمايلها لما جم في الجامع كل واحدة قالت قد كده، مش محتاجة كلام من حد. ايه اخر حاجة كان نفسها تحققها دكتورة ريم؟ ان هي تبقى باحثة كبيرة، ان هي تبقى باحثة كبيرة، دخلت في العلم. مش هقول لك لا، واحدة مكرسة حياتها كلها دراسة، واحدة مكرسة حياتها كلها دراسة، تبقى ايه اللي في دماغها؟ ان انا عايزة اوصل لحاجة، عايزة ابقى حاجة كبيرة. الله اعلم بيها بقى ايه اللي حصل لها. ربنا يصبرك يا رب. يا رب. شكرا.